حقيقة إن ما قاله السيد كاتسمان حول الرقابة الأمريكية لحسابات الدولار الأمريكي للعراقيين هو جزء من المفاوضات. الولايات المتحدة ترغب بالاستمرار بمساعدة العراق على تطوير نظامه المالي عندما يتم التعامل بالدولار الأمريكي تستخدم للدفع للمنتجات في العراق، وأنها لن تتسرب إلى دولة أخرى أو تتسلب إلى أغراض غير قانونية أخرى. هذه ناحية. من جهة أخرى، ما تراه أيضا وما تفعله السفيرة رومانوفسكي وما رأيناه أيضا خلال زيارة الرئيس وزراء العراقي السوداني إلى واشنطن هي الجهود الرامية إلى توسيع نطاق العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق. الولايات المتحدة لا تقيد فقط دفق الدولار، ولكن أيضا تساعد العراق على تطوير نظامه المالي الذي سيعزز من القوانين ذات الصلة في العراق، وأيضا سيساعد في مكافحة الغش والفساد وتمويل الإرهاب من عائدات النفط. إن استمرارية حالة الطوارئ هذه ستساعد في تطوير الاقتصاد العراقي بإرغام المصارف العراقية والحكومة العراقية بالعمل بالمعايير الدولية وليس بالمعايير العاتية بموجب قوانين مضى عليها الزمن.